السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة وفي أفضل الأحوال. وصفة اليوم هي عبارة عن ميرفاي مالحة. بما أننا على أبواب شهر رمضان الكريم، الله يدخلوا لنا بالصحة والعافية، قلت لا علاش لا اللي ما نشاركش معاكم وصفه من وصفات رمضان اللي كنحتاجوها في الطاوله ديال رمضان من المملحات. كتجي رائعه جدا بحشوه الطون والفرماج والعجين المورق لاباط فيتي. وباش ما نطولش مع عليكم، خليكم معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. واول حاجه غادي نبداو بها هي العجين المورق. باش نحضروا العجين المورق غادي نحتاجو تقريبا 500 غرام ديال الطحين. غادي نزيدو عليه شويه د الملحه وغادي نعجنوه بالماء دافي، يعني العجينه راها سهله، غير الماء والطحين وشويه د الملحه كنعجنوها. غادي نعجنوها مزيان ونطلقوها. من بعد ما طلقناها كيف ما كتشوفوا غادي نقسموها على ثلاثة ديال الكويرات وغادي نخليوهم يرتاحوا تقريبا 10 دقائق. من بعد عاد ندوزو باش نستعملوهم. خديت هنايا تقريبا 250 ديال الزبدة وقطعتها لي طرونش بحال هكا باش تجينا سهلة في الاستعمال. الحرارة ديالها تكون على حرارة المطبخ. من بعد ما ارتاحت العجينة ديالنا غادي ناخدوها وغادي نطلقوها مزيان كيف ما كتشوفوا باستعمال دلك باش تطلق لينا مزيان. العشيش العجينه ديالنا كتكون يعني ما خفيفه ما قاسحه، يعني موين. انا استعملت الطحين. ولا عندكم نتوما يا المايزينه باش تطلقوا بها ممكن تستعملوها كتجي افضل. انا للاسف ما كانش عندي المايزينا فاستعملت الطحين. من بعد غادي ناخد الزبده في الطبقه الاولى، غادي ناخد الزبده وغادي نحطها بحال هذه الطريقه على العجينه ديالي. من بعد غادي ناخد الطبقه الثانيه وغادي نغطي بها وغادي ندير نفس الشيء على الطبقه الثانيه وغادي نغطيها حتى هيايا بحال هذا الشكل بحال هكا. غادي نطلقها شويه باش الزبده تدخل فيها ومن بعد غادي نلويها بحال الرغيفه، يعني على اربعه. غادي نستمر على هذه الطريقه 3 ديال المرات، يعني غادي نطلقهم مزيان وغادي نعاود نلويهم على 4 بحال الرغيفه. في كل مره غندخلهم الثلاجه لمده ما بين 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى ترتاح شويه. من بعد نعاود نخرجهم ونطلقهم نطلقهم مزيان ونلويهم على 4، يعني هاد الطريقه غنستعمل المده ديال 3 المرات. وهذه كانت هي اللويه الاخرى. غادي نخشيها الثلاجه لمده 10 دقائق ومن بعد غادي نستعملها. من بعد ما خرجتها من الثلاجه ممكن هاد العجينه ممكن تستعملوها لبزاف ديال المملحات كيف ما كتشوفوا. غادي نطلقها رقيقه وغادي نقسمها على 3 ديال لي طرونش. اولا على 3 ديال المغصوات. من بعد غادي ناخذ لاطا اللي غادي تدخل الفران وغادي نحطهم فيها. غادي نحاول نثقبهم مزيان بالفورشيط باش ما يتنفخوش وغادي نخشيهم في الفران.
ومن بعد ما طابت العجين ديالي انا خديتها وبقيت كنحاول نحيد الزوائد ديالها باش غادي نمونطيها وتكون عندي في نفس الحجم. ممكن تستعملوا هذه العملية حتى الاخير، ولكن انا كنفضل باش ما تاخدليش بزاف ديال العمارة، كنفضل نديرها في الاول. ودابا غادي ندوزو باش غادي نمونطيو الملفاي مالحه. انا في الحشوه درت الطن ديال مطيشه كما كتشوفوا عندي هنايا ثلاثه ديال البواطات، عندي فرماج غابي حسب الرغبه، غادي نستعمل فيديليفيا، فرماج فيديليفيا. ممكن تستعملوا اي فرماج مثلا جبلي كيري اي فرماج، انا عندي فيديليفيا غادي نستعملها، والفرماج ديال الساندويتش. وخليكم معايا. اول حاجه من بعد ما شفتوا كيفاش قطعت لاباط ديالنا، غادي ناخذ اول حاجه، غادي ناخذ الحشوه ديالنا غنحطها بهذه الطريقه. من بعد ما مسيت الطون ديالي غنحط الفرماج ديال الساندويتش، وممكن تستعملو فقط الفرماج غابي بهذه الطريقة. ممكن تضيفو الزيتون الطون، ممكن ديرو الكفتة يعني حتى هي كتجي مزيانة، ممكن ديرو الدجاج وتقطعوه رقيق تهشيوه رقيق باش ما يعذبكمش في التقطاع، كلشي كيجي مزيان. من بعد غنحط هاد المقصو هكا، غناخد المقصو الثاني، غادي نحاول ندهنو ولكن ما نضغطوش على لاباط باش ما تهرش لينا. غادي ندير تاني الطون، وغادي نبقى نماصي كيف تبقى الاولى، ونماصي الجناب باش ما يجيوناش خاويين حتى هما. بالنسبه للطبقه الاخرى غنحاول نرجع الفيزاج ديالها كامل ماسي بالفيديليكا باش تجي بحال الملفاي الحلوه بحال الكريم. وكيف قلت لكم ممكن تستعملوا اي كريم، وحتى لافاج كريم ممكن تستعملوه حتى هو كيجي. اي فوالا، ومن بعد ما مصيتها مزيان غناخد الكيتشوب باش غنزينها. بهذه الطريقه، وممكن
فقط تستعملوا غير فخوماج غابي في الفيزاج ديالها، حتى هو كيجي زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كيف قلت لكم يعني ممكن تزينوها من الفوق باش ما بغيتو، سواء الكيتشوب سواء الفرماج غابي، ديروا شويه ديال الزيتون يعني على هذا هو الشكل النهائي ديال الملفي ديالنا. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون عجباتكم، وكنتمنى يا ربي تشاركوها معايا، وشكرا لكم.